يا وزير التربية عجل بالحال ولا تحبط القضية وأمس زيد يا وزير التربية عجل بالحال ولا تحبط القضية ولا تبرد يا رئيس الحكومة عجل بالحال ولا تحبط القضية عجيلة خلصية ولا تنازل القضية يوم التنسيقية الوطنية الأساسية الذين فرض عليهم التعاقد تخلد اليوم العالمي للطبقة العاملة والتنسيقية الجهوية الأساسية المفروض عليهم التعاقد بجهة دار البيضاء السطات تخلد هذا اليوم استمرارا في نضالها ضد كل المخططات الطبقية الهادفة إلى ضرب مجانية التعليم وعلى رأسها مخطط التعاقد الذي يروم بالأساس إلى خصوصة التعليم والضرب في مجانيته. اليوم الأساسي المفروض عليهم التعاقد على امتداد هذا الوطن الجريح وباعتبارهم جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة يصدحون في الشوارع وفي الساحات رفضا لمخطط التعاقد واستمرارا على درب الشهيد القضية عبد الله حاجلي. اليوم الدولة بالرغم من تعاطيها القمعي وبالرغم من اعتقالها واختطافها المجموع الأساسدة وبالرغم من حملتها الإعلامية المغرضة الهدف منها هو تشويش على التنسيقية الوطنية الأساسدة الذين فرض عليهم التعاقد وتقزيم مطالبها إلا أن الأساسدة يتحدون كل هذه الالتواءات وكل هذه المكائد ومستمرون في الشارع قولا بلا للتعاقد مستمرون كذلك مطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ولن يثنين لا القمع ولا التنكيل ولا الاعتقال ولا الاغتيال على مواصلة درب الشهيد شهيد القضية عبد الله حاجلي. وهنا نقول للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن معركتنا اليوم تقدم دروسا من الصمود دروسا من المقاومة والمجابهة لكل المخططات الرأسمالية الهادفة إلى تركيع وتبضيع كل مقدرات وخيرات الشعوب. اليوم نحن كأساتذة مفروض عليهم التعاقد نجسد هذه أو هذا اليوم اليوم العمالي العالمي للعمال استمرارا في درب شهيدنا استمرارا في دفاع عن مدرسة ووظيفة عمومتين لنا وللأجيال القادمة. المسؤول الحاجين مات مقتول والمخزن هو المسؤول الحاجين مات مقتول والمخزن هو المسؤول خدم زهراء مزقار أستاذ مفروض عليها تعاقد عن مديرية مولى رشيد أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. بداية تحية عالية لجميع طبقات المجتمع المغربي التي تخلد هذا اليوم وعيد الشغل. فهذه الطبقة العاملة من عمال فلاحين طبقة ضعيفة ومتوسطة كل أيامها تعب وكد وحتى اليوم الذي يجب أن تحتفل فيه هو يوم تعب وشاق يبحثون فيه عن لقمة العيش. مسألة الثانية المتعلقة بخصوص هذه الوقفة ففي هذه الوقفة نجدد مرة أخرى رفضنا لمخطط التعاقد المشؤوم الذي سيدمر المدرسة المغربية ونجدد أننا تضامننا هذا ليس تضامنا مع أنفسنا فقط ولكن مع التضامن مع أبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات الذين نرى فيهم شعلة المستقبل وأنهم مستقبلا سيكونون هم خير خلف لنا. فتحية عالية لهم على صمودهم رغم كل المعيقات رغم كل ما يعانونه في هذا المجتمع من غياب لدور الشباب من غياب لبعض الأمور اللي قد تشجعهم على أنهم يخرجوا شباب صالح. مع ذلك ما زال صامدين وما زال عايشين وما زال كيحاولوا أنهم ينجحوا في بلادهم لأننا مع الأسف صرنا نحلم بمغادرة هذا البلد أكثر مما صرنا نحلم بالنجاح فيه. وتحية عالية. كرمنا هذا الاجتماعيه
النضالات ثم المزيد النضالات النضالات ثم المزيد ونشجب كل الممارسات التي تمارس ضد نضالات الأسد المفرغان التعاقد وخاصة ضد النسيقي الوطني بالهياكل ديالها من طرف مجموعة من الصفحات الصفراء ومن طرف مجموعة من المنابر الإعلامية الصفراء. كما نحيي المنابر الإعلامية الحرة ونحيي كافة الشعب المغربي ونحيي كل مغربي وحر داخل أرض هذا الوطن الجريح وخارج هذا الوطن الجريح. نقول للوزارة والحكومة وللدولة كذلك بأننا مستمرون في النضالات ديالنا ولن نحيد. ونقول كذلك بأن التنسيقي الوطني هي إطار نضالي كفاحي مستقل ثم مستقل ثم مستقل، ليس تابع لأي إيديولوجية، غير تابع لأي تيار، غير تابع لأي جماعة، غير تابع لأي حزب، غير تابع لأي حركة. هو نضال، هو إطار معروف من لديه ملف مطلبي واضح، مدرسة عمومية مجانية لكافة الأسر الفقيرة. ثانيا إدماج كافة الأساتذة المفضلين للتعاقد ضمن إطار أو ضمن الوظيفة العمومية. ثالثا نقول بأننا نشجب كل ممارسات وكل الاضطهاد التي مورس علينا من قبل قوات القمع في الإنزال الوطني الأخير بالرباط، وكذلك المنع الذي يمارس على حقنا المشروع في تخليد ذكرى فتح ماي لرفع الصوت ولإيصال الصوت بأننا مستمرون. نقول بأن فتح ماي هو عطلة للجميع، ومع ذلك نجسد الشكل النضالي في ربوع هذا الوطن. الآن يتم منع مجموعة من الوقفات على مستوى فاس، على مستوى مكناس، على مستوى مدينة الجديدة، ونقول نحن مستمرون على الشعب المغربي أن يتضامن معنا. فنحن مع التلميذ في مدرسة عمومية مجانية، مع التلميذ فإنه يحصل على تعليم ذو كفاءة عالية، وليس تعليم في أو حجرة دراسية تكون فيها الاكتظاظ وتكون فيها 50 تلميذ أو 40 تلميذ. الآن مجموعة من المعطلين تدرس تلميذ توصل البكالوريا هناك أفق مسدود، توصل الجامعة هناك أفق مسدود، تدرس دكتورة هناك أفق مسدود. الآن الأساتذة تدافع على الشغيلة التعليمية بكل أطيافها وتدافع على الشعب المغربي. نقول بأنه هناك صيف ساخن قادم، لن نتراجع قيد أنمول على المطالب ديالنا اللي هي مشروعة، ونقول بأنه نحن مستمرون حتى تحقيق المطلوب ديالنا. علي بابا جينا نفضحو النصابة، جينا نفضحو الشفارة. طلقة كادحة من أبناء الشعب المغربي، إذن فمجامعتنا ولا نضالنا هو نضال لا ينفصل عن نضال كل الطبقة العاملة، وكذلك نضال الشعب المغربي لكي كذلك كنضل بعيش أهلها ضد هذه المخططات من أجل عيش كريم، كذلك من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة. اليوم بهذه السياسات لا شعبية اللي الهدف ديالها كما قلت تبضيع كل الخدمات العمومية وتركيع كل الشعوب، فرض التعاقد سنة 2016 بقرار مشترك بين وزيري الاقتصاد ووزير كذلك المالية آنذاك، وبتدبيج هذا القرار المشترك برئاسة الدولة، بمعنى أن التوجه ديال الدولة الحقيقي هو ضرب مجانية ديال التعليم، توجه ديال الدولة الحقيقي وليس الوزير، لأن الوزير هو فقط مفعول به في هذا الصراع، مفعول به ولا نبرئه هنا، وإنما هو مؤسسة باقي المؤسسات الطبقية التي تستخدم ضد أبناء الشعب المغربي، تعادي مصالح الشعب المغربي، وبالتالي الأساتذة فنضالنا المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.